بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، معكم أخوكم منصف. اغتنام الفرصة أن الطيور لاحظت عندهم واحد الساعة وهما ساكتين، حبيت ندير فيديو. إذا كان ناضوا درك يغردوا ما عندي ما ندير. على هني فيديوهات اليامات هادو جماعة بزاف شكاو من الصوت تاع الطيور، الصوت تاع الطيور أولى ديال الفاش تاعي أولى. حبت تدي المعلومة، تسمع المعلومة ما بين الصوت تاع الطيور. ديرونجاك الصوت تاع الطيور، راهو الصوت تاع الطيور أولى وبعد يجي الفيديو. نظن الرسالة وصلت. الإنسان يكون صريح علاه باش نحافظو على الاستمرارية. ما نكذبش عليك أنا بمشاعر خداعة، أني على جالك من ندير الفيديو هذا صح نمد المعلومة، بصح كاينين امورات لازم تحترم، تحترمني نحترمك اكثر من اللي تحترمني. المهم الاخ اللي قال لي زرب شويه في الهضره، معليش دي معاك الفيديو في الجيب شويه على شويه، اجبد تفرج مقطع وانت منين تلقى وقت تعرف. ماشي شرط انك تقعد معاه تضيع وقتك. زيد كاين تاني واحد الاخ قال لي بلاتهم سويس، كل ما دير فيديو كيما الوقت هذا اللي راني ندير فيديو هذا قرب يأذن الظهر، دير الفاش تاعي اولى، نوض الصباح نقضي اموراتي لي الفاش تاعي الماكله هذا، ونوصل في الوقت تاع الماكله تاع الطياره. مجرد كي نلقى وقت باش ندير فيديو يكون وصل نص النهار أذن الظهر، لانه نص النهار تاعي انا الصباح هو اللي مخصص للطيور. الا في النهار اللي نحط البراقه، نحط في الوقت هذا كيكون نهار طويل، نحط ما بين المغرب والعشاء. بون ثاني كاين استفسار، ناس بزاف قاعده تستفسر على تاريخ العلاج. طريقة العلاج هي عبارة عن بروتوكول، كاين بروتوكول ينجح وكاين بروتوكول ما ينجحش. عن طريق الانتباه لطريقة تربية المربي. صارت واحد الحادثة السمانة هذه، كاينين الناس عندهم كبر، عندهم نوع من الكبر، تلقى علاوة هي يبيع الدواء تاع الزواواش ولا حاجة كيما هكا، وكاين واحد أونسي عليه بصح عمرو ما مد بروتوكول تاع علاج صلح. كانوا يبان لهم بلي راهو يمد علاج، ومن بعد ولا دركا طور الطريقة تاع العلاج، بانوا الديفوات تاع الناس اللي يستعملوا غير البايتريل. البايتريل راهو ينحي المليح وينحي اللي ماشي مليح. البايتريل راهو أخر الحلول، بصح من ورا البايتريل راهو كاين بروتوكول خلا باش نعاودو نوقفو الطير تاعنا. صرات حادثة، كاين واحد من الناس اللي نتمنى انه يشوف الفيديو ومتأكد باللي راح يشوف الفيديو. الانسان هذا عنده كبر، بعث لي طير، الطير هذا السومة تاعو فايتة 22 مليون، يعني المربي اللي جابهولي على اساس انه تاعو كي قاعد يشرح لي في المرض عرفته بلي ماهوش مربي، عرفته بلي يربي الكناري اوردينار برك ولا حاجه خفيفه. الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه، هذا الطير هذا اللي جابهولي ما نذكرش النوعيه تاع الطير باش ما نطيحوش في ديبراف بلي راني كهضرت عليا ولا كذا ولا كذا، بيسك نزليه نورمال علاه، بيسك الناس هادو يحبوا يديروا الكاريات. بون الطير تاعو شو اللي عنده؟ عنده ميغا بكتيري، والميغا بكتيري تاعو معاها كوكسيديوز. عطيتو البروتوكول تاع كيفاه نداويو الميغا بكتيري والكوكسيديوز. البروتوكول بكل نعرفوه 7 ايام بروفونتريكول نوك لوميغا بليس، في ال5 ايام نحبسو لوميغا بليس ومن بعد نريحو يومين،
وبعد العشر ايام الاخرين بروفونتريكي لوحده جاتو بزاف. كي قال له هو غلط، قال له محال كيف 20 يوم ايوا يموت الفرق الطير. راح دار له البروتوكول 5 ايام بروفونتريكيل والنوك والوميغا بلس، دار له 5 ايام. من بعدها عاود بعث لي نفس الشخص، عاود بعث لي نفس الشخص. هذا الشخص هذا ما يعرفش واش يهضر له هو ينفذ. جاب هذوك النوك والبروفونتريكيل والوميغا بلس رماهم لي في الصوت، قال لي الدواء تاعك هذا بيريمي. قلت له لا ماشي بيريمي، قلت له داتاي مليحه. قال لي الفرخ مرتاحش. قلت له كتديتو عليا؟ قال لي الجمعه اللي فاتت كاين واحد من الجماعه من المتابعين واقف معايا في الصوب، قال له بصح هذا البروتوكول تاع ميغا باكتيري. قال له هي، قال له ميغا باكتيري، قال له السمانه اللي فاتت، قال له نورمالمون كهذا ونخلص، قال له بروميير طرونش تاع البروتوكول تاع العلاج. قال له ما كملش الاخر ولا يوهو. قال لي بكل صراحه، قال لي خويا منصف، قال لي والله سامحني، قال لي والله ما دريت روحي، قال لي الفرخه تاع فلان هاو كيفا هاو كيفا هاو كيفا. قال لي دوك نعيط له في التليفون. قلت له انا ما تعيط له ما والو، ما عنده ما دخلك. قلت له خير الفرخ تاعو؟ قال لي خلاص. قلت له انت برك على بالك بالطريقه، قلت له ما عنده ما دخلك. قال لي انا قلت له هاي كيفا هاي كيفا. دركا خاوتي نرجعوا للمغزى، طريقه العلاج تاع الطيور، طريقه العلاج تاع الطيور. كل مرض عنده بروتوكول تاعو. عندنا في الكوكسيديا صدقوني الاوميغا بليس يومين بعدين مثل كريزيكا، بروتوكول المليح تاع الكوكسيديوز يومين اوميغا بليس يومين ليزاسيد اورغانيك، يومين اوميغا بليس يومين ليزاسيد اورغانيك. هذا بروتوكول ما شاء الله. بصح الطير كي يرتاح مباشرة، كي يرتاح راهي مازالت المناعة تاعو ضعيفة. باش نعاونوه بالبروبيوتيك وليزاسيد اورغانيك ونحطوه في الشمس. علاه؟ لانه الحاجة الاولى الشمس تعقم، خلينا من هذيك تاع تفيكسي الفيتامينات، الشمس تعقم. شوية في الشمس، حاجة خفيفة في الشمس، 7 دقائق 10 دقائق، ما نخليوهش يستريسا. ماشي دوك باغ اكزومبل تاع الطير تاعك مريض، هذاك ونخرج من بروتوكول تاع علاج، تطلعو معاك في السيارة ولا في الموطو وتدور به في السوق لازمو كالو. واي بروتوكول تاع علاج يكون في الدفا ما يكونش في البرد. كاين طير لكان عاد عنده مرض فريد وعرفناه بمجرد النظر الكرشو، اذا كان عاد عنده زوج امراض ولا ثلاثه وقدرنا نديكوفريوه ناقدروه. وكاين طير اللي تلقاه معمر بالامراض ما تقوليش منين جاوني، ما تقوليش انا عمري في حياتي استعملت الدواء هذا. ما تستعملش، مزيج الدواء يخليه مرضك خليه يموت. عمرك استعملت المكملات الغذائيه قصدك، لذلك مرض لك الطير تاعك. جيب لي غورجا كما يقولوا غورجا، ايه عمري عطيتها انا الدواوات 7 سنين وانا نخدم بها 7 سنين. السي محمد شحال ولا في عمرها؟ احترم العمر. ولات ما تشوفش مليح، ايه وتتحوس عليها كل عام تجيب لك 16 نان طيره. 7 سنين وهي تولد. كي وصلت للصح وقلت له جيبها لي خير نشوفها، كتبت واش غادير لها هذه؟ قال لي راه نداويها. قلت له كبرت يا؟ قال لي دارت لي الكوفيد الاول فيها بركه، دارت لك الكوفيد الاول جابت لك زوج غرجه فيها بركه. هذا الطير هذا راه مخلوق، كاين طير يعطيك عظمه في 7 سنين وكاين طير يعطيك 60 عظمه في 7 سنين. هادو معلومات خاوتي باش يعرفها من المربي، باش يعرفها من المربي. تربيه الحيوانات مشروع مليح،
بصح لازم تعرف كيف تمشي معه. المهم خاوتي نتمنى اني فدت واستفدت، و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.